البطولة مليانة بمفاجآت وعكس كل التوقعات، يعني انت مستحيل تتوقع مباراة وتلاقي ان توقعك حصل في المباراة، يعني الحقيقة هي كلها مفاجآت. ما هو الموضوع صعب، لان حصل صدمات زي ما اقول لك في اتجاه، يعني اللي هو الدور الربع النهائي في مربعات صعبه قوي وفي مربعات سهله قوي، اللي هي هتلاقي فرق، يعني احنا مربعنا للاسف ودي اللي مزعله جماهيرنا، ان مربعنا كان سهل جدا. طبعا مربعنا احنا كان معانا الكونغو الديمقراطيه ومعانا غينيا ومعانا غينيا الاستوائيه، مربع سهل جدا نوصل بيه للسيمي فاينال، ولكن يعني احنا يعني ربنا ادانا اكتر من فرصه وربنا ادانا اكتر من، يعني الحظ كان او الظروف كانت خدمانا، ولكن لعبتنا ما خدموش نفسهم للاسف.